أحمد أبطوي كاتب كتاب ذكريات ميلان الريف المنسي أو السوق لكورونا من ذكريات الريف المنسي، وكما أشرت سابقا فهو كتاب حاولت من خلاله النبش في ذاكرة الريف عموما ومنطقة ترجيست صنهاج عاصمة صنهاج السراير. حاولت ما أمكن يعني النبش في مجموعة من الشخصيات هما تقريبا من العائلة ديالي أو المحيط ديالي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينال الإعجاب ديال القارئ. تقريبا هو يحتوي تقريبا على 40 حكاية، حكاية تختلف في الزمن والمكان. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينال رضاكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. نحن كما تشاهدون في عرس ثقافي، وهو عبارة عن حفل توقيع كتاب سوق لكورونا ذكريات من الريف المنسي للكاتب والمبدع المغربي أحمد أباطوي، الذي يؤرخ فيه لذاكرته، حيث قص علينا في هذا الكتاب أكثر من 30 حكاية عن طفولته، كيف عاشها في ترجيست في هذه المنطقة البدوية التي كانت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي من المناطق النائية، حيث كان يعيش أهلها في حالة من الفطرة والبدائية، أي بعيدا عن التمدين والتحديث. وقد جاءت هذه الحكاية على بساطتها ذات دلالات ومغازي رائعة لا يدركها أو لا يخطئها اللبيب. وكل ما يمكن أن نختصر به هذا العمل المبدع أنه وإن كان بسيطا إلا أنه معبرا ودالا، وقديما قالوا البلاغة لمحة دالة. تحية ثقافية، سعيد جدا بمشاركتي في حفل توقيع هذه المجموعة القصصية التي هي في الأصل حكايات سردية سيرية للكاتب المغربي أحمد أبطوي، والتي يحاول من خلالها استرجاع مجموعة من الحكاية ومن المرويات التي وقعت في الطفولة في فضاء السوق لكورونا والمداشر والقرى المحاذية له، والتي يسترجع من خلالها علاقاته الاجتماعية والأسرية من مجموعة من الشخصيات التي بصمت طفولته. فتحول على هذا الأساس هذا الفضاء المكاني من فضاء سكنه هذا الطفل لمدة 9 سنوات إلى فضاء يسكنه على امتداد حياته، بحيث إنه اليوم يعيد الحكي وكأنه لا يزال يعيش في هذا الفضاء. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أنا اليوم كنت واجد هنا في السوسيو الثقافي تبع وزارة الثقافة، وفرحان بزاف جيت حضرت توقيع كتاب سوق لكورونا ذكريات الريف المنسي للكاتب الجميل والصديق أحمد أبطيو، وفرحاني الحمد لله بهذا التوقيع هذا. وكنا كنفتقدوا الكتب مثل هذا الكتاب، لأن إلى ركزتي في عقلقة شوية ديال المتعة وشوية ديال الضحك وشي قصص فعلا ديالنا ديال جبال الريف وديال التراث ديالنا ديال الشمال. وكنشكروا بريستيطوان على التواجد ديالها في هذه التغطية الجميلة، وشكرا جزيلا.